يعد التواصل الفعال أمر بالغ الأهمية في الرياضات الإلكترونية، لأنه يسمح للاعبين بالتنسيق واتخاذ القرارات وتنفيذ الاستراتيجيات بسرعة وكفاءة. سواء كنت تلعب في بيئة غير رسمية أو تنافسية، فإن تحسين مهارات الاتصال لديك يمكن يعزز أدائك وتجربة اللعب بشكل عام. بما يلي بعض النصائح حول كيفية تحسين تواصلك في الرياضات الإلكترونية. 1- تطوير مفردات مشتركة. تتمثل إحدى الخطوات الأولى في تحسين تواصلك في تطوير مفردات مشتركة مع فريقك. يتضمن ذلك استخدام نفس المصطلحات لوسائل الشرح والاستراتيجيات والأهداف. ومن المفيد أيضا إنشاء اختصارات للعبارات والأوامر المستخدمة بشكل متكرر لتبسيط الاتصال. 2- استخدم سماعة وميكروفون. عد استخدام سماعة وميكروفون أمر ضروري للتواصل الفعال في الرياضات الإلكترونية، فهو لا يسمح لك فقط بالتواصل بشكل أكثر وضوحا، لكنه يزيل أيضا ضوضاء خلفية وانحرافات. من المهم اختبار الميكروفون قبل اللعب للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح لتجنب أي مشاكل فنية أثناء اللعب. 3- التحدث بإيضاح ووجوز بوضوح إيجاز. الرياضات الإلكترونية سريعة الخطى، من المهم التواصل بوضوح دقة. تجنب استخدام كلمات أو عبارات مفرطة أو ننتقل مباشرة لصلب الموضوع. بالإضافة إلى ذلك، من المهم التحدث بمستوى صوت وتيرة معقولين، لأن الصراخ أو التحدث بسرعة يمكن أن يجعل من الصعب على الآخرين فهم ما تقوله. 4- استمع إلى زملائك بالفريق. استماع لزملائك بالفريق لا يقل أهمية عن التحدث. انتبه لما يقوله زملائك بالفريق واستجب وفقا لذلك. هذا يساعد على تجنب الارتباك والمكالمات الفائتة وسوء التواصل. 5- ممارسة التواصل في السكريمز. تعد ممارسة التواصل في السكريمز طريقة ممتازة لتحسين مهاراتك وتحسين استراتيجياتك. أثناء السكريمز خذ وقت الكافي للتدرب على استدعاء معلومات مهمة مثل مواقع العدو تنفيذ استراتيجيات معقدة مع الفريق. سيساعدك على تطوير عادات تواصلك أفضل وبناء العمل الجماعي. 6- وآخر نقطة، تقديم ملاحظات بناءة. يعد تقديم ملاحظات بناءة زملائك بالفريق طريقة فعالة لتحسين التواصل والأداء. بدأ زملائك بالفريق يعرفون ما يقومون به بشكل جيد وما يحتاجون إلى العمل عليه، وكن منفتحا لتلقي التعليقات في المقابل. هذا يساعد على بناء الثقة وخلق ديناميكية فريق إيجابية ومنتجة. في الختام، التواصل الفعال هو مفتاح النجاح في الرياضات الإلكترونية من خلال تطوير مفردات مشتركة باستخدام سماعة رأس وميكروفون والتحدث بإيضاح وإيجاز والاستماع لزملائك بالفريق والتدرب في السكريمت وتقديم ملاحظات بناءة. ستكون في طريقك لتحسين مهارات الاتصال الخاصة بك ورفع أدائك. سلام.